وبعدين ده انا جايبه له الاكل اللي هو بيموت فيه وان شاء الله هيموت بيه، ومن الريستوران اللي هو بياكل منه وهو مغمض عينيه. هو مغمض عينيه؟ انا مش مطمن. ليه يا ابني؟ ما احنا ماشيين صح اهو، الاوردر وطلبناه وباسم زفتة التين اميره، والراجل بتاعك واستلم وجابه لنا وبنظبطه. خايف من ايه بقى؟ انا مش خايف، انا بس بحط افتراضات. افرض ان هو قبل ما ياكل كلم اميره وسالها. يسال مين يا ابني؟ دي حاجه معتاده عملناها 100,000 مره وانا مسافره. مش عارف، يمكن عشان حوارات السم دي ماليش فيها. ومالكش فيها ليه بقى يا حبيبي؟ يعني شايفها بتاعت حريم، عايزه حد ايدي ناعمه زيك كده، وانت عارفاني انا بحب اجيب من الاخر واخلص على طول. طب ما انت يا مخلصاتي اللي قلت ان ده مش هينفع معاه. ما هو صعب، حد يعرف يصطاد نديم باشا ده لوحده؟ ده ابن لذينه رافع كتاف على الكل، ما بيخطيش خطوه غير بحساب. ده غير بقى ان الدنيا هتقوم ومش هتقعد غير لما يعرفوا مين اللي قتل، ويجيبوا كمان السلاح اللي اتضرب بيه. انما كده في الشياكه، الاوردر وطلبناه من المطعم الفلاني وباسم سكرتيرته، يعني التحقيق رايح في اتجاه تاني خالص. ده لو بقى في تحقيق اصلا. مش يمكن يقولوا قضاء وقدر ونخلص؟ في الحالتين انت لازم تظهري بعديها بكام ساعه. طبعا اول ما عرفت الخبر ركبت اول طياره وجيت على طول، وانت طبعا هتكون وصلتني المطار عشان لما اميره تبعتي سواق الشركه يجي يلاقيني ضربه طقم اسود وهتك يا عياط، وازاي ده حصل وعايزه حق جوزي، والمطعم ده لازم يتقفل، وكلها اسبوعين ثلاثه والقضيه تتحفظ ونعيش حياتنا. يا بنتي ليه؟ ربنا يستر. ايه بقى يا صابي اتنين عمر؟ هتصيب. المهم بس الواد اللي بيعمل فيها بتاع الدليفري وهو بيسلم الاكل سايد بتاع الامن. لا ما تقلقيش، انا مختار واد فرازه. اهو الواد الفرازه ده هو الخيط الوحيد اللي ممكن يوقعنا، خليك ذكي وقطعه. ادري هو المكنه اللي معاه بعد ما يخلص المشوار. ايه المكنه دي؟ مكنه موتوسيكل يعني. طب خليه يسرع قبل ما الباشا يروح وينام من غير عشا. ما تقلقيش يا رشا، مفيش حد بينام من غير عشا. نديم بيه. ايوه يا سيد. دليفري لسيادتك. انا ما طلبتش دليفري. مدام اميره اللي طلبت يا فندم. اميره نصر؟ تمام سعادتك. تعال. اميره الله 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 ورامي حازم حازم فهمي ونوها كل المسجلات دي. يا نهار ابيض، احنا نعرف القصص بقى كلها اللي انت عايشه فيها يا ست مالك. ايه ده يخرب بيتك؟ نديم فخري بعت لك مسج وانت عرفتيه منين ده؟ انا محتاج لك. ده انت راجل قديم حر السود. ملوكة يا أمورة حبيبتي، ده انت عايشة قصة حب بقى. بقى معفنة مستخسرة فيها 5 مليون، ده انت وقع على راجل معاه ولا 3-4 مليار. أنا أرد عليه بقى أقول له أنت يا بيبي حلو دي.
ايه كل الايميلات والمسجات دي؟ نهارك اسود. انت عامله شغل مع بالك كلها بس بتضايق علينا الفقر. يخرب بيتك. نديم فخري؟ طب ده رد عليه اقول له ايه ده؟ ارد واقول له ازيك يا ندمتي وبلدها وهي بتتكلم ولا اعمل ايه ده؟ بس هيعرف الفرق بين صوته وصوتها طبعا. غبي قوي. استنى يا نديم، استنى يا نديم لغايه كيف هنقلد صوت ملك ولا هنعمل ايه معاك؟ ممكن نطلع منك بقى مصلحه. الو؟ اوعى تكون فاكر يا روح خالتك ان انت لما تاخد تليفوناتي وتمسح اللي عليها يعني كده امان. كان غيرك اشطر. انا عامله باك اب على كل الحاجات اللي على تليفوناتي. تسمع عن اي كلاود ولا مالكش فيه يا هبل؟ اهي طولة لسانك وقله ادبك دي يا ملك اللي عامله طول الوقت مشاكل بيني وبينك. ليه ما بفهمش في التكنولوجيا؟ ليه ممكن تبقى انت فاهمه في التكنولوجيا وانا ما بفهمش؟ لا بفهم. ولا انت ما تعرفوش بقى ان انا عملت هاكينج للاي كلاود وكل الداتا اللي عليه ما بقتش عندي، بقت عندي انا بس، وغيرت الباسورد بتاعه. لا ده انا عايز اقول لك بقى تاخدي التقيله. مريم اختك حبيبتك انا رجعتها لعصمتي. يعني هي دلوقتي حلالي من تاني. مراتي وبحبها. الله يسامح اللي كانت السبب وفرقت ما بيننا. انا شايف بقى كده ان احنا رجعنا للعبه من الاول. يعني كده صفر صفر. نبدأ بقى على نظافة. وأنا عشان طيب القلب مش هعمل معاكي مشاكل. أنا محتاج منك الخمسة مليون بتوع الطلاق. والخمسة مليون التانيين لما جيتي لي البيت واتفقتي معايا قبل ما تغدري بيا. وأنا على العموم يعني هبقى كويس. وطيب وكده. ومش هطلب منك كمان خمسة مليون من نديم فخر. أنت قاري نفسك مسجات معايا. انت فاكره نفسك عايشه قصه حب؟ انت سكتي ولا رحتي فين؟ اهلا اهلا روح باطي قلبي باطي مشتيونا حبيبي. ازيك يا مفيد؟ تاكله معايا بقى. يعني انت مش هحططلي مجرجرني في نص ليالي علشان تشوف بنتك؟ مش قلت هتبعتها مع السواق؟ ايه اللي جابك؟ اللي جابني؟ هي بقت كده؟ ماشي. على العموم انا جيت عشان قلقت لما سمعت صوتك يا مفيد. والله انت وحشني ومحتاج اتكلم معاك. تعالى يا اخو اقعد بقى. لوجي لوجي حبيبتي بابي لسه بياكل اهو. اسبقيه علشان تفتح نفسه على الاكل وهكلم انا هو ويجيلك على طول. I love you so much. قبل ما نتكلم في اي حاجه ليك عندي خبر يفرح. الدكتور كلمك من فرنسا؟ هو انت مفيش في دماغك غير ملك وبس؟ والله لو تعرف اللي في دماغي تترعب. ما انت مشكلتك انك مركز هنا وسايب هنا خالص. مين اللي قال كده؟ اللي انا شايفه قدامي. مش حقيقي طبعا. يعني انت مش بعت تجيب لوجي علشان تمهد لها؟ امهد لها يا مفيد؟ هو لسه في حاجه حصلت؟ طب خد بالك بقى، البنت هتتجنن على مامتها من ساعه المسجات اللي بتجيلها من هولندا. قول لي هو انت بتعمل الحكايه دي ازاي؟ هتخلص قريب الحكايه دي على امه. لا فهمني ناوي على ايه؟ قول بس الخبر الحلو اللي عندك. لا ما تاكلنيش في الكلام مجاوب. ناوي على ايه يا نديم؟ سكوتك ما يطمنش. في ايه يا نديم؟ طالع فجأة حواليا شوية صراصير لازم ادوسهم بالجزمة. لا 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 بالراحة بقى كده بهدوء علشان تفهمني واحدة واحدة.
هقول لك يا مفيد، عالم ولاد الكلب اللي لحم كتافهم من خيري وسختهم بتزيد معايا مش بتقل. طب وايه الجديد في ده؟ ما انت راجل شغال في السوق والمفروض انك فاهم كل اللي بيحصل حواليك. بابي جايلك يا روحي. حني بابي. لوجي لوجي قول لي سيدي حتى العربية من فيه بسرعة. العربية يا سيد العربية. ايه يا مفيد؟ ما تقلقش يا نجيب، هتبقي زي الفل يا حبيبي، هتبقي زي الفل. خير خير ان شاء الله. تقلقش يا نجيب. نديم نديم أرجوك أرجوك يا نديم. كوستي اكيد الاكل هي دي الاكل ده مش فود بويزنج اكل ده سيانيد اتحط في الاكل. انا كنت شاكك في كده كنت شاكك في كده. قومي يا حبيبتي قومي يا روح قومي يا روح قومي يا روح قومي يا روح قومي. انا يا دوب تبقى ان ربنا بعت لي بنت جميله زيك.
تروح انت ماشيه وما روح وما روح